هنبدأ نعمل هدف جديد اسمه نحن صائدو كنوز، تمام؟ بيقول لي احصل على القطع الأثرية الغارقة. طبعا انا خدت السفينة وصلت للمكان، تمام؟ دي جت شو، انا خليك مثبت على نقطة معينة، اول ما السمكة تعدي على النقطة دي تروح سايب، مفيش حد عايز يعدي. طب نيجي هنا هنا كده، تمام. بس انت لازم تموت اسماك القرش، لانك لو ما موتتهاش يعني هتنزل تحت هتموت، لان هم طبعا ايه. طب هنا كده متهيألي المكان احسن. ضعاف قوي، السهم ضعيف. في سفينة تانية معدية، هدف متحرك من أصعب الأهداف، مش عايزة تيجي. صعبة جدا، ¿no?
طيب كده الفيديو هيطول ماشي، انا بعد ما موتهم ابدا ان انا ايه اسجل الفيديو تاني. طيب انا كده موت السمك ماشي، طبعا السهم اللي معايا خلصت، فبدات ان انا ايه اعمل سهام جديده. طيب ننزل نجيب الهدف بقى. الهدف عميق. ده لسه مش هنا كمان، ده لسه تحت كمان. خلي بالك من من النفس بتاعك. ده لسه تحت. اهو هنا في المكان ده، بس طبعا في اكيد مكان دخول يعني. طيب نطلع ناخد نفس. مقفولة. طب نطلع ناخد نفس من هنا كده. تمام، وننزل تاني. في هنا حاجة ناخدها. تمام. طيب في هنا برضو حاجة تانية اهي ماشي، في فتحة تانية على فكرة يا جماعة، اهي اهي يعني فتحتين، خلي بالك بقى. طبعا الفتحة التانية مش باينة. طيب كده انت خدت الايه القطعة الأثرية اللي هما عاملينها، انت تبدأ تطلع. تمام كده خلاص، يعتبر الهدف اتعمل. سوري. تمام. طب نشوف اهداف الموقع. بيقول لك في كده كنز، عشان نقفل بقى الموقع ده خالص. طب ناخد نفس ماشي. طب في هنا المفروض ان هو فيه كنز. تمام. المفروض ان احنا نجيبه يعني في الموقع ده. نبدأ نخلي الصقر كده ايه يبص بصة كده. قصر مينوس المغمور. غالبا هو الصندوق اللي هناك ده يا جماعة. ماشي. طيب نروح ناخده. مش عارف هو الهدف المفروض ان انا اسلم الهدف ايه ده قريب مني يعني. اشوف اللي مدياني الهدف اساسا مش هنا، نقلت مكانها بقت على سطح سفينة. صلحة سفينة تانية. طيب نبدأ بس نعمل ايه، ناخد الصندوق ده ماشي. عشان نكمل الموقع. تمام. الصندوق اهو خلاص كده، المفروض كده ان الايه الهدف يكون انتهى. تمام. بتاع موقع، وغالبا في، لا هو ممكن يكون الصندوق ده مش تبع الموقع خالص يعني، ممكن يكون الصندوق اللي تحت ده هو ده اللي هو قصده عليه. اهو باين، اهو هو ده اللي انا بدور عليه اساسا. بس طب نبدأ نغطس، لسه مفيش غطس ماشي. طيب نبدأ نمشي بقى مع الصندوق واحدة واحدة. طبعا هو ده ملوش دعوة بالهدف اللي احنا بنعمله، بس بالمرة يعني لو انت ايه في حاجة هنا، لو انت عايز يعني تخلي حاجتك يعني كاملة ماشي. طبعا هنا الصندوق اختفى. نطلع كده فوق شوية. تمام. تمام ماشي. هنا الصندوق مش باين. طيب
نشوف فيلم تاني. ماشي، مفيش هنا طبعا، في الصندوق اهو بدأ يظهر. طب ننزل كده تحت نشوف. اه اهو اهو، خلي بالك من السفينة دي. ماشي، عشان لو انت تعملهم مرة واحدة. في خدت لك حاجة فريدة ايه. ماشي، بيقول لك كده تم انتهاء الموقع، خلاص اطلع بقى بسرعة قبل ما الايه ما الاكسجين بتاعك يا معلم يخلص. طيب انا كده طلعت. ماشي، هو كده بيقول لي روح ادي الايه الهدف اللي كانت مديهولك اساسا في الاول، ولقيت انا هنا ايه جنبية في السفينة اللي جنبية دي. طبعا انا كده ايه هتسلق السفينة واتكلم معاها، دي الهدف. تمام اهو، انا صيد وكنوز عدو اوفيليا دي، ولا مش عارف اسمها ايه. نمشي كده شويتين. ايوه تمام، انا كده ايه هكلمها. My friend, you are a gift from Poseidon himself. I try my best. I'm going to need that artifact from you now. First, my pay. I don't think so. اه ايه كده عايزة ما تدفعش. ماشي، فاقولها مثلا لن يحصل هذا، او دعوة جميلة. Very funny. Now pay up. The last laugh is all mine. I'm in the business of double-crossing mercenaries. I didn't swim through sharks for this. That was your mistake, not mine. طيب هو لو خذ الكنز او لا سماع الكنز او انت في اعداد الاموات. ماشي، طيب ليس سماع الكنز مش هتصدقك. تمام، انت في اعداد الاموات كده هتخش معايا في برزة، يا اما هتقول لها خدي الايه الكنز. طيب deals off. Now I'll kill you for wasting رقم my time. You haven't got a chance. Take him out. ماشي كده كده. This won't take long. كتير بحرك سفينة كاملة. ممكن تعمل حاجة، ممكن تروح ايه السفينة بتاعتك. انا مش عارف السفينة بتاعتي فين اساسا، انا سفينتي فين انا مش عارف. طب تعالى كده نشوف الخريطة. السفينة بتاعتي ايه؟ ايوه بتهيألي الجنب التاني. ممكن نروح بقى عندها ونضرب عليهم. ماشي كده تمام، هما كده ايه بيبدأوا يضربوا. نطلع بقى بسرعة. طيب انا كده وصلت للسفينة. اه بيقول لي لا يمكنك تأديت هذا الإجراء. كده هبدأ أضرب عليهم. كده أحسن طبعا. Yourselves!
تمام كده. ممكن بقى ايه اغرق السفينة بمرة خلص وممكن اقرب منها ماشي، وابدا ان انا ايه اخلي الجنود بتاعتي تنزل واشتبك مع الناس دي. بس كده ممكن تعمل صعود. كده هيبدا الجنود بتاعتي تنط. تمام ومفروض كده السفينة خلاص كده أنا استوليت عليها. طيب أنا عملت كده ليه؟ عشان لو كده فيها أي هدف يتكمل ولا حاجة يبقى إيه نبقى عارفين. طيب ما نيجي كده نشوف المهام كده. بتهيألي المهمة اكتملت ماشي خلاص كده. طيب مهمة تانية